رجعنا لكم بعد الفاصل. عملنا زي ما قلنا في الفاصل الاولاني والتاني صينية الماكريل بالطماطم، وعملنا كمان فتة سلطة عبارة عن سلطة فيها حاجات كتير، فيها العيش الفتوش، فيها كمان او العيش اللي بنستخدمه في سلطة الفتوش، وفيها الخس وفيها الحمص وفيها البدنجان والبطاطس والطماطم والذرة والبصل، وعملنا لها صوص الزبادي على الوش. ما ينفعش يخرج رمضان احنا من غير ما نعمل مهلبية. النهاردة هنعمل مهلبية الورد، مهلبية على السريع بس طعمة وجميلة. البطل الاساسي فيها هو الورد. المهلبية دي ممكن تتعمل على شكل مهلبية سادة، ممكن نحسن كمان في النكهات بتاعتها من خلال ان احنا نضيف او نقدمها مع طبقة من الجيلي. الوصفة اللي هتلاقوها على الموقع ممكن احط لكم كمان الوصفة اللي هي بالجيلي، بس احنا عشان الوقت بتاع البرنامج ومش هنقدر نستنى الجيلي فترة طويلة يجهز وبعدين نحط المهلبية لما تبرد وكده. انا بحب دايما في الوصفات بتاعت مطبخ اسيا ان انا اعمل الحاجة قدام الكاميرا وتطلع قدام الكاميرا، ف يعني في كده وفي كده، بس هقول لكم الاثنين. عندي هنا اللبن وعندي النشا، يعني الطريقة العادية للمهلبية. هنخلط الحاجات دي كلها على البارد. انا احسن حاجه اجيب المضرب عشان النشا يدوب كويس. كده تمام. وعندي السكر، السكر كل واحد يحلي المهلبيه زي ما هو عايز، بس خلوا بالكم ما تكتروش السكر لانه احنا هنستخدم شربات الورد. هاخد الحاجات دي على النار. الورد ده من احسن الحاجات اللي ممكن نستخدمها في الحلويات صراحة. اكتر ناس بيستخدموا الورد هم الشوام. قبل ما نتكلم عندي هنا شربات الورد، هضيف نص الكمية دلوقتي والنص التاني هنضيفه في الاخر عشان تفضل نكهة الورد قوية. احسن ناس بيستخدموا الورد في الحلويات هم الشوام. الورد الجوري من اغلى انواع الورد في العالم بصراحة، يعني ممكن الكيلو بتاع الورد ده، هو الورد الجوري، ممكن الكيلو بتاعه يوصل لحوالي 400 جنيه مصري. بس في انواع تانية من الورد، في الورد البلدي مثلا، فيها الورد البلدي، في الورد العادي، كلها حاجات يعني. بس الكيلو على فكرة ده حاجة كبيرة قوي لان هو خفيف، يعني الكيلو مثلا ممكن يكون كيس قد البوتاجاز ده يعني. فدايما لما نروح نشتريه بنشتري مثلا 100 جرام 200 جرام تبقى كفاية. سعرها كمان بيكون حنين قوي لانه بتقف في حوالي مثلا 20 جنيه بالشكل ده، فبيقضي معانا فتره طويله. الحلويات يعني دايما الورد بيستخدم مثلا في المهلبيات، بيستخدم في الشيز كيك، بيستخدم في حاجات كتير زي البسبوسه، زي الكنافه، زي الحلويات الشاميه زي بلح الشام. فالورد يعني معروف ان هو من الحاجات او المكونات اللي احنا بنستخدمها في المطبخ الشرقي او الحلويات الشرقيه عموما. هنقلب بقى الحاجات دي كلها مع بعض لحد ما تبتدي المهلبية تتخن. المهلبية لو حبينا نقدمها مع الجيلي بنعمل حاجتين، يا اما يعني لو يا اما نقدم المهلبية بالشكل ده وتبقى لونها احمر، يا اما نفصل شوية ونتفنن في المكونات نعمل مهلبية عادية بنكهة مية الورد. يعني انا مثلا هنا عشان مستخدمة شربات الورد ممكن اضيف اقوي النكهة كمان بشوية مية الورد. هنعمل مهلبية بالنشا بيضة بنكهة مية الورد ونحطها في الكوبايات ونسيب مجال لطبقة تانية. الحاجة التانية اللي ممكن وندخلها التلاجة ونسيبها تبرد. الحاجة التانية اللي ممكن نعملها ان احنا ممكن نستخدم شربات الورد مع الجيلاتين، جيلاتين البودرة اللي بتتباع جنب الجيلي، ودي بتبقى عبارة عن جيلي من غير نكهة. بندوبه مع مية الورد او شربات الورد السخنة على النار، وبعدين بنسيبه لحد ما يبرد في مية بتلج ويتحول لجيلي كثيف. بعد كده بنحطه على المهلبية بعد ما بتبرد خالص، فبيبقى عندنا طبقة بيضة وطبقة حمراء. دي الطريقة لو عندنا وقت وعايزين نتفنن اكتر. لو كنا مستعجلين ممكن نعمل مهلبية على طول كده بنكهة الورد زي ما بنعمل النهاردة. هنقلب الحاجات دي مع بعض.
انا حابه بس اضيف معلومه، السلطه بتاعت الفته دي ممكن يعني مش ضروري يكون عندنا كل المكونات دي عشان نعمل السلطه دي. زي ما بقول احنا في الاواخر او العشر الاواخر في رمضان بتبقى الميزانيه شويه ضيقت معانا، وبنبقى داخلين في مود العيد اكتر، فمركزين في مشتريات العيد اكتر، الهدوم والهدايا والعيديه والحاجات دي كلها. فدايما نحاول نستخدم النوع من انواع دي في السلطات. ناخد الخضار اللي بتفضل في الثلاجه، يعني الذره، ممكن الفاصوليا الحمراء، ممكن الفاصوليا البيضاء، ممكن ندخل نوع من انواع البروتين، يعني لو في تونه في الثلاجه علب ممكن كمان نستخدمها، ممكن فلفل الوان بدل الباذنجان، يعني بقى نمشي بنفس التركيبه. ممكن نعلي كمان النكهات شويه، نمشي في نعمل زي مثلا فته المقالي مثلا، يعني نعمل باذنجان وقرنبيط وفلفل الوان مقلي، ممكن ندخل بطاطس. يعني بس حاولوا انه تربطوا في الاخر المكونات كده مع بعض وتكون الحاجه خفيفه قوي. اهم حاجه في المهلبيه ان احنا نفضل ماشيين بالراحه لحد ما الخليط يتكاتف، لانه المهلبيه من الحاجات الحساسه قوي اللي ممكن تقعد على النار فتره طويله واحنا مش واخدين بالنا، يعني مش قاعدين جنبها نلاقي القعر النشا بسرعه بيعمل قعر كده في الحله بيتحرق، عكس الدقيق تماما، يعني النشا بسرعه قوي بيعمل الشياط تحت. مش مستعجلين، احنا قاعدين جنب المهلبيه بتاعتنا اهي. اول ما بتبتدي تتخن هي هتبتدي دلوقتي، ودايما نكون مجهزين صوصيره او حاجه كده ليها بوز، حتى لو الكوبايه البايركس دي اللي بنستخدمها للمعيار في المطبخ، عشان يسهل علينا ان احنا ننقل المهلبيه للكوبايات التانية اللي احنا بنقدم فيها. انتوا عارفين انه المهلبيه احلى حاجه فيها بتبقى دايما التقديم. هنا بقى وهي بتتخن هضيف شويه شربات الورد عشان تفضل نكهه الورد قويه قوي. دلوقتي انا هطفي النار لانه خلاص وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هاخد الحاجات اللي خلصت منها على جنب واجيب مغرفه، وزي ما قلت هتساعدني السوسيره ان انا اشتغل. شفتوا لونها جميل ازاي؟ هناخد كده، حتى الحاجات اللي بتبقى ريحتها حلوه ولونها جميل بتشجعنا ان احنا نقعد في المطبخ اكتر. نضبط كده من غير ما نلغوص الدنيا ولا اي حاجه. دايما التقديم نستخدم الحاجات الشرقيه اللي عندنا في البيت، كوبايات الشاي، ممكن الفناجين، ممكن اي حاجه عندنا زي كوبايات الشاي المغربي، كلها حاجات يعني بيبقى ليها دور في رمضان. السفره الرمضانيه على فكره زي كل السفر يعني، بس ممكن نلعب في شويه حاجات بسيطه تخليها يعني تديها الطابع الشرقي الرمضاني الحلو. بلاش يا حبايبي نكتر من الخياميه والقماش الرمضاني ده، لانه اي حاجه مستهلكه بتبقى يعني مكرره كتير، بتحسس الواحد بالزهق. ف اوكي ممكن ندخل الحاجات دي كمناديل او حاجه، بس برضو للناس اللي ما عندهاش امكانيه انها تجيبها ممكن اكسسوار بسيط يقلب الترابيزه كلها. يعني اضعف الايمان فانوس في الكورنر بتاع الترابيزه بيبقى شكله حلو وبيحسس الناس بالدفء بتاع رمضان. ممكن شرشوبه صغيره زي اللي انا مستخدماها دي مثلا لعلب البهارات، ممكن نحطها فوق المنديل بتاع السفره لما نقدم الشوك والسكاكين، برضو هتدي الجو الرمضاني. ممكن مثلا طبق مكتوب بالخط العربي عطرنا فيه في اي مكان، حطيناه وسط السفره كده وعليه الفاكهه مثلا، هيدي الطابع الرمضاني. يعني كلها حاجات حلوه، كلها افكار بسيطه. انا هحاول ان انا كمان في ورشتي اظهر لكم حاجات رمضانيه حلوه. هنبتدي بقى نزين. عندي الفستق طبعا، انعكاسات الالوان حلوه قوي. الشكل ده هنضيف شوية ورد ناشف عشان الناس تعرف ان ده ورد،
مش فراولة مثلا. شفتوا بمكونات بسيطة خالص احنا عملنا حلو رمضاني الكل بيحبه ولا اختلاف عليه. المهلبية دي برضو والكريم كراميل والكاستر جزء من لا يتجزأ من رمضان كل شخص. ادي المهلبية جاهزت معانا. افكركم النهاردة ان احنا عملنا طاجن الماكريل على طريقة مطبخ اسيا، عملناها بحشوة مميزة جدا، وعملنا كمان الفلفل اللي معاه محشي كفتة الماكريل، عملنا سلطة الفتة، ودي كانت طريقة جديدة لتقديم السلطة او تغيير السلطة البلدي بتاعت رمضان، وعملنا كمان مهلبية الورد. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، اشوفكم الحلقة الجاية، وصفات احلى واحلى من مطبخ اسيا، وصحة في